بدايه بقى الجزء بتاع الكوميونيكيشن. الجزء اللي فات ده كله كان شويه حاجات من السيجنال بروسيسنج بناخدها علشان هتقابلنا في الكورس بتاعنا. اتمنى ان شاء الله ان الكلام من النهارده يبدا يبقى ايه، يبقى لذيذ، نلاقي شويه نظري بس كل الكلام النظري حتى طبيعته يعني مش نظري، حاجات يعني حاجات لو انت فاهمها هتعرف تكتبها زي ما انت عايز بالطريقه اللي انت عايزها. تمام. الشطر الثالث ده بعنوان حاجه اسمها الامبليتيود موديوليشن. احنا عايزين بقى نعرف قبل ما نتكلم عن الامبليتيود ده، عايزين نعرف يعني ايه موديوليشن. موديوليشن دي عمليه بنعملها دايما في اي كوميونيكيشن سيستم، عمليه مهمه جدا، كل انظمه الاتصالات كلها قايمه على موضوع الموديوليشن ده. فاحنا عايزين نعرف يعني ايه موديوليشن وبعمل موديوليشن ليه، بعد كده ناخد الانواع بتاعته ونشرح بالتفصيل اول نوع اللي هو الامبليتيود موديوليشن. طيب تعالوا نتكلم كده، نقول شويه حاجات بسيطه قبل ما نبدا نعرف الموديوليشن ده. هو الغرض من اي كوميونيكيشن سيستم ايه؟ انا بعمل اي كوميونيكيشن سيستم عشان اعمل ايه؟ عشان ابعت سيجنال من مكان لمكان بعيد. تمام. طيب كويس قوي. ايه اللي بيبعت السيجنال ده يا باشمهندسين؟ يعني في الموبايل بتاعي ده، الصوت بتاعي ده، الموبايل بياخد الصوت، بيديتكت الصوت ده وبيلقط الصوت بتاعي ده ويحوله الكتريكال سيجنال، وبعدين بيبدا يبعتها من الموبايل بتاعي للشخص اللي انا بكلمه اللي هو في المكان البعيد. ايه اللي بيبعت في الموبايل؟ يعني جوه الموبايل، موبايل كديفايس كهاردوير، جوه شويه حاجات كده كتير جوه بعض، بياخد الصوت يعمل عليها بروسيسنج، ما اعرفش هو بيعمل ايه، بس في النهايه في حاجه كده هي اللي بتبعت في الموبايل. اخر حاجه خالص في الهاردوير بتاع الموبايل اللي بتاخد السيجنال دي وتقوم جايه بعتها للمكان للموبايل التاني اللي انا عايز اكلمه. ايه اللي بيبعت بقى ده؟ ترانزميتر. كويس قوي. ترانزميتر نقدر نقول على على السيركت كلها او الهاردوير اللي جوه الموبايل ده نقدر نقول عليه ترانزميتر كله. ايه اللي بيبعت بالظبط بقى في الترانزميتر ده؟ في حاجه بتبعت في الترانزميتر، حاجه مشهوره قوي، الانتن. بالظبط كده. جوه الموبايل ده في انتنه، الانتنه دي هي اللي بتبعت وهي اللي بتستقبل. في اي كوميونيكيشن سيستم سواء ترانزميتر او شغال ده كترانزميتر او كريسيفر بيبعت او بيستقبل، اللي بيبعت وبيستقبل الاشاره هي الانتنه دي. تمام. هتلاقي كده عندك، لو عندك راوتر في البيت او عندك بالظبط كده، او زي ما الباشمهندس ماسك كده، او الجهاز ده اهو، دي الانتنه بتاعته. تمام كده. الراوتر بيستقبل، بيبعت. تمام. ما بيستقبلش في الحاله اللي انتوا بتستعملوها دي فعلا، صح؟ بيبعت بس. طب هو بيستقبل، بس بيستقبل سيجنال وايرد مش وايرلس، فعشان كده مش محتاج الانتنه. تمام. يبقى الانتنه دي هي اللي بتبعت. ماشي يا باشمهندسين. الكلام ده انا بتكلم الحاجه اللي عندي دي بتبعت الاشاره بتاعتي وايرلس. طبعا لو وايرد هيبقى الموضوع يعني ببعت في كابل، فخلاص الموضوع مش محتاج ان انا الانتنه. زي ما الباشمهندس بيقول كده، الراوتر بتاعي في البيت، ما الراوتر الداتا بتدخل له منين؟ بتجي له منين؟ بيجي له عن طريق الكابل الموجود ده. ولو هو عايز يبدا يعني انت عايز تشغل نت على الموبايل او اي حاجه، فانت بتلقط النت ده من خلال الانتنه بتاعت الراوتر ده، اللي هو اللي بيديني الشبكه اللي انا بقدر من خلالها بلاقيها على التليفون بتاعتي. ماشي يا باشمهندسين. طيب يبقى نكون متفقين كده، الانتنه دي هي اللي بتبعت. الانتنه بتاعت الموبايل دي انا مش شايفها، يعني الانتنه هنا في الجهاز ده انا شايفها ايه. تمام. في انواع كتير قوي من الانتنه. الانتنه اللي جوه الموبايل حاجه اسمها مايكرو ستريب انتنه، انا مش شايفها، معموله بنظام زي دوائر الكترونيه كده، حاجه انت مش شايف، حاجه شبه صغيره كده جوه، مش سلك موجود. فانا يعني اشهر مثال الانتنه السلوك الموجوده دي، الاريا بتاع زمان، طبق الدش نفسه اللي موجود فوق البيت ده انتنه. طيب كويس قوي. الانتنه دي من الملائم انها يبقى طولها كبير ولا طولها صغير؟ يعني انت تبقى ماشي شايل موبايل الانتنه بتاعته سلك، ماشي سلك كبير، ولا حاجه انت مش شايفها زي التليفونات الموجوده معانا؟ لا، ده كل ما الانتنه الطول بتاعها يصغر كل ما ده حاجه يبقى كويسه. يعني لما اكون معاك جهاز والانتنه بتاعته صغيره، ده كده افضل. لكن كل ما طول الانتنه يمشي معناها انت ماشي بجهاز ماشي محتاج تدنك، ماشي وشايل الحاجه دي، او حتى لو انت مثبته في مكان فبرضه الحاجه دي عرضه انها تتكسر تتخبط في حاجه. فكل ما تصغر حجم الانتنه او طول الانتنه كل ما ده يبقى افضل، والحجم بتاعها برضه نفس الكلام. كويس قوي. طيب الاشهر حاجه، اشهر سيجنال احنا عايزين نبعتها الصوت بتاعنا. يعني الاشهر حاجه دايما بنبعتها الصوت. تعالى نتكلم، ناخده هو كمثال ونبدا نتكلم عليه. طيب انا عايز اتكلم في الموبايل، فعايز ابعت الصوت بتاعي، فالمفروض الانتنه بتاعت او الموبايل هياخد الصوت بتاعي ده يحوله الكتريكال سيجنال ويبدا يديها للانتنه، الانتنه دي تبعتها للانتنه بتاعت الموبايل اللي انا عايز اكلمه. ماشي. الصوت ده التردد بتاعه كام؟ بيتراوح من كام لكام يعني؟ 20 كيلو؟ لا كتير قوي. لا، الصوت ده بنقول عليه اوديو سيجنال. ماشي. الاوديو سيجنال ده الصوت بتاعنا دايما، يعني اقصى حاجه تلاقيها 4 كيلو هرتز. تمام. فنقدر نقول من 3 ل 4 كيلو. مين قال لكم على موضوع ال 20 ده؟
مين اللي قالكم على موضوع ال 20 ده؟ ولا انتوا اللي خبطتوه كده؟ هو واحد قال 20 فالموضوع بقى جيت في ماشي. لا انا بتكلم على الصوت، على الصوت اللي انا هطلعه انا، تمام؟ هو الصوت المسموع، هي دي، ما هي ما هو الصوت المسموع ده، هو الصوت هو اللي طالع منه. نطاق الترددات، ماشي. انا بتكلم بقى على الصوت، على الاوديو سيجنال، الصوت اللي انا بطلعه انا، صوت بتاع الاشخاص بتاع البني ادمين العاديين، ماشي يا باشمهندسين؟ من 3 ل 4 كيلو هرتز. طيب ده تردد يعتبر في عرف الناس بتوع الكوميونيكيشن، ده تردد كبير ولا صغير؟ تعال ناخد كافرج كده ونتكلم على 3 كيلو هرتز، هو ممكن احيانا يبقى اقل كمان من 3. فنتكلم على 3 كيلو هرتز، 3 كيلو هرتز ده رقم كبير ولا رقم صغير؟ ده الصوت اللي انا عايز ابعته، ده السيجنال بتاعتي، المفروض الموبايل ياخدها ويدخلها الانتنه والانتنه تقوم جايه بعتها. ده تردد صغير. طيب في عرف الكوميونيكيشن باشمهندس بيقول لي ده تردد صغير، طيب تعال نشوف كده قبل ما نقول ده كبير ولا صغير، تعال نشوف كده الانتنه اللي المفروض تبعته يكون طولها عامل ازاي. الناس اللي بتعمل ديزاين الانتنه، الناس اللي بتتكلم باشمهندسين، الناس اللي بتعمل ديزاين الانتنه بيحسبوا طول الانتنه، بيقول لك الطول بتاع الانتنه ده وليكن ال، تمام، بيتناسب طردي مع تردد السيجنال اللي انت بلاش تقول مع تردد السيجنال، مع اللمبه بتاعه السيجنال اللي انت هتبعتها، مش الفريكوانس. يعني طول الانتنه انا عايز ابعت سيجنال بتردد معين اكس، هتجيب انتنه، الانتنه دي هعمل ديزاين الانتنه، الانتنه دي عشان تبعت اشاره، الاشاره دي مش اي انتنه، ما ينفعش تبعت اي تردد، ده انا بعمل ديزاين الانتنه تبعت رينج من الترددات من كذا لكذا، وانا بعمل لها ديزاين طول الانتنه اللي انا بعمل لها ديزاين دي هيعتمد على السيجنال اللي انت هتبعتها، فطول الانتنه بيتناسب طردي مع طول الموجي للسيجنال اللي هي هتبعتها. طيب تعال نقول كده، يعني طول الانتنه بيساوي مثلا وليكن ثابت اسمه كي في اللمبه، الثابت ده بقى بيعتمد على الفابريكيشن بتاع الانتنه، بيعتمد على التصنيع، طب بتصنعها باني طريقه او بتصنعها باني مصنع، حاجه كده. يعني اقدر اقول طول الانتنه حاجه من الويف لينث، تعال نقول الرقم ده كده بيتغير من تكنولوجي للثانيه، بس الرقم ده وليكن 5 من 10، في مشكله كده يا باشمهندسين؟ دي ارقام براكتيكال، 5 من 10 لمبه، يعني انت دلوقتي عشان تقدر، انا بعمل ديزاين الانتنه، الانتنه دي تبعت سيجنال معينه، فطول الانتنه عباره عن نص الويف لينث. طب ما تيجي نشوف الويف لينث بتاع الصوت بتاعنا ده بكام عشان احسب طول الانتنه اللي ينفع تبعته. الويف لينث بتاعي اللمبه ده خدت لها قانون كده زمان قوي عباره عن سي على اف. هي الانتنه دي هتبعت السيجنال بتاعتي فين؟ في الهواء. طيب والسيجنال بتمشي في الهواء بسرعه ايه؟ بسرعه الضوء، تمام؟ فطول الموج الاي او الويف لينث بتاع اي سيجنال، تمام كده؟ عباره السيجنال دي هتمشي بسرعه قد ايه؟ على الفريكوانسي بتاعها، فالسيجنال بتاعتي دي هتمشي بسرعه الضوء اللي هي 3 في 10 اس 8 على الفريكوانسي بتاع السيجنال بتاعتي. تعال نفرض ان تردد الصوت بتاعي ده 3 كيلو، 3 في 10 اس 3. الكلام ده معناه كده ان الويف لينث بتاعت السيجنال بتاعت الصوت بتاعي دي وهي ماشيه في الهواء كده هتبقى كام؟ هتبقى 10 اس 5، يعني نقدر نقول كده 100 كيلو. نعم؟ لا بتمشي بسرعه الضوء، 3 في 10 اس 8. الراديو ايه يا جماعه؟ اي سيجنال بتمشي في الهواء المفروض تاخده قصر ويف بروباجيشن، بس الموضوع بقى يعني السيجنال بتاعتي ممكن تمشي في اوساط مختلفه، تمام كده؟ ممكن تمشي في الهواء، تمشي في الحيطه، تمشي في بالظبط كده. السيجنال اسرع مكان تمشي فيه، يعني السيجنال لما تمشي في كابل اسرع، تعالى كده نقول الموبايل ده انت النت بتاع الموبايل اسرع ولا النت بتاع البيت؟ لو احنا في دوله يعني احنا لو احنا في مصر ماشي، بس احنا مطبقين الانظمه بتاعت الاتصالات دي بشكل حرف بشكل عالي قوي. السيجنال تمشي المفروض النت بتاع الموبايل ده يكون اسرع، تمام؟ لو هنطبق نفس المواصفات، نت الموبايل يكون اسرع ولا النت بتاع البيت؟ السيجنال ماشيه في الكابل دي. نت البيت. ده عشان هو فعلا الملموس، انتوا لامسين ان نت البيت بيبقى دايما اسرع من نت الموبايل. في الحقيقه المفروض ان الوايرلس اعلى من الوايرد، ولو انت بره وجربت الكلام دوت، ناس مطبقين ال 4G ال LTE Advanced اخر نسخه في ال 4G، هتلاقي النت بتاع الموبايل ده يعني اضعاف نت البيت. تمام؟ ليه؟ السيجنال بتمشي، الموضوع برضه بيعتمد على هو مديك باند ويدث قد ايه، فممكن تلاقي النت بتاع البيت احيانا بيديك باند ويدث، بيديك نطاق ترددات كتير تقدر تعمل داونلود اكتر، ف يعني بيخش عوامل ثانيه، بس انا بتكلم لو انا مديك نفس البند هنا وهنا. الموضوع ليه النت بتاع الوايرلس ده بيبقى اسرع من الوايرد، اسرع من السيجنال اللي جايه في الكابل ده؟ الموضوع بيعتمد، لا مش عشان النويز بس، الموضوع بيعتمد السيجنال ماشيه بسرعه قد ايه. المفروض السيجنال اللي جايه على الموبايل دي سيجنال ماشيه في الهواء، الثانيه سيجنال ماشيه في كابل، المفروض برضه تمشي في كابل وبعدين تمشي حته وايرلس لغايه ما تجيلي، تمام؟ بس تمشي في كابل مسافه اصغر. السيجنال اللي بتمشي مين فيهم يمشي اسرع؟ السيجنال وهي ماشيه في الهواء ولا وهي ماشيه في سلك؟
سواء فايبر او كابل نحاس وهي ماشيه في الهواء. السيجنال بتمشي اسرع سرعه لاي سيجنال في الدنيا هي سرعه الضوء اللي هي 3.8 دي، والسيجنال تمشي في الهواء بسرعه الضوء. اي سيجنال طلعها تقدر تخلي السيجنال دي تمشي في الهواء باي انتنه بسرعه الضوء اللي هي 3.8. متفقين على كده يا باشمهندسين؟ ومفيش سرعه لغايه دلوقتي، تعال نتكلم في البراكتيكال، في ابحاث نظريه ما لناش علاقه بيها، البراكتيكال مفيش سرعه اعلى من سرعه الضوء، يعني مفيش سيجنال تقدر تمشي بسرعه اعلى من سرعه الضوء. ماشي؟ طيب السيجنال بتمشي في كابل، لا السيجنال لما تمشي في كابل سواء الكابل ده فايبر او كابل نحاس بتمشي بجزء من سرعه الضوء. 7/10 من سرعه الضوء، 8/10 على حسب الكواليتي بتاعت الفايبر وبتاعت الكبر اللي السيجنال هتمشي فيه. ماشي يا باشمهندسين؟ طيب ده حاجه كمان، هو الهواء ده يعتبر موصل ولا عازل؟ ولا موصل وعازل. طيب بنقسم كده السيجنال وهي ماشيه، بنقسم الاوساط اللي السيجنال ممكن تمشي فيها لثلاث اوساط. وسط عازل، تمام كده، بقول عليه ده بيرفكت انسيوليتور، عازل تماما، تمام. ووسط حاجه اسمها اللوسي، يعني جزء منه عازل على جزء موصل، تمام، زي ما تكون انت جايب ايه، حاجه فيها مثلا حاجه عازله بس مش عازله، مش بيور، تمام كده، توسط تيار بس توسط تيار ضعيف. وجود كوندكتور، حاجه زي السيجنال مثلا عايز تمشيها في انحياز، تمشيها ده الويف تمشي في مين فيهم احسن، في الجود كوندكتور ولا في البيرفكت انسيوليتور، يعني تنتشر في الاوساط العازله احسن ولا في الاوساط الموصله احسن؟ على عكس الكلام اللي المفروض ده التيار بيمشي في الحاجه اللي هي في الجود كوندكتور، لا السيجنال تنتشر في الاوساط العازله احسن ما تنتشر في الاوساط اللي بتوصل كويس، تمام. علشان كده لو انت في عماره عاليه، تمام، وانت في مثلا تلاقي نفسك في الضوء الارضي او حاجه والعماره اساسها كويس، هتبص تلاقي نفسك الشبكه عندك سيئه قوي. ليه؟ ممكن يكون في محطه محمول قريبه منك او حاجه، برج تقوية قريب منك، فالسيجنال المفروض جايه. بس السيجنال لما بتمشي في جوه الخرسانه، كل ما تمشي جوه وسط موصل، كل ما تمشي مثلا متر بتفقد من الباور بتاعتها قيمه معينه. كل ما تمشي المتر ده في الهواء بتفقد قيمه بسيطه قوي مقارنه بالقيمه اللي هتفقدها جوه الخرسانه دي، لان الخرسانه تعتبر موصل. ماشي يا باشمهندسين؟ طب ما لناش علاقه بالكلام ده، كل الكلام ده يعني بعيد عنكم نوعا ما. تعالوا نرجع بقى تاني ليه، للنقطه اللي احنا كنا فيها. الهواء لا ده انسوليت، تمام. طيب ننسى بقى كل اللي احنا قلناه ده يا باشمهندسين، وتعالى نركز على الحته اللي احنا عايزينها. طيب بقول السيجنال بتاعتي عشان اعمل ديزاين لانتنا تطلع الصوت بتاعي ده، فطول الانتنا دي هيبقى ثابت وليكن كده من الويف لينس. قلنا كده على حسب الديزاين، على حسب المصنع اللي بيعمل الانتنه دي، فقلت كده ب 5/10. يبقى ايه اللي هتساوي 5/10 من الويف لينس؟ تعال نجيب الويف لينس بتاع الصوت ونشوف طول الانتنه اللي هيطلع الصوت ده هيبقى كام. قلت الصوت هيمشي بسرعه الضوء 3/10 أس 8. الصوت بتاعي قلنا التردد بتاعه 3 كيلو هرتز، حطيتها 3/4 مش هتفرق معاك، فحطيتها 3 عشان بس الحساب يبقى سهل. فطلع الويف لينس بتاعي 10^5 او 100 كيلو متر. طب تعالى نشوف كده طول الانتنه اللي المفروض تطلع السيجنال دي يبقى كام؟ يعني ايه اللي عباره عن 5/10 في الكلام دوت؟ 5/10 في الكلام ده يعني 50 كيلو. يعني تخيل ان انت المفروض الموبايل بتاعك يكون فيه انتنه طولها 50 كيلو عشان تقدر تبعت الصوت بتاعك. حاجه طبعا يعني والله لو هي كيلو واحد الموضوع مش هينفع خالص. تمام كده؟ يبقى الموضوع ده كده ما ينفعش خالص. يبقى اول سبب ان انا ما بقدرش ابعت السيجنال بتاعتي الصوت بتاعي العادي ده ان التردد بتاعه يعتبر قليل. عرفت منين ليه بتقول التردد بتاعه قليل في عروض الكوميونيكيشن؟ علشان انا لما حسبت يعني بالتردد بتاعي ده حسبت الويف لينس بتاعي، لقيت الويف لينس بتاعته كبيره، وبالتالي طول الانتنه اللي انا محتاجها عشان يعمل الكلام ده طول امبراكتيكال، حاجه ما ينفعش تعملها. لكن لو كنت زودت التردد ده، لو السيجنال انت بتبعتها ترددها مثلا بدل ما هي 3 كيلو، لا 3 جيجا، 3/10 أس 9، اه لا ده الطول ده كده دلوقتي في الموضوع ده هيبقى 1/10. 1/10 يعني طول الانتنه هنا هيبقى 5 مية. اه لا بتتكلم في 5 مللي، الموضوع هيبدا يبقى براكتيكال، تمام. طب كويس جدا. يبقى علشان كده الصوت بتاعي ده انا هعتبر اقول كده ده الحاجات اي حاجه اي سيجنال ترددها بالكيلو هرتز، لا ده لو فريكوانسي، ده تردد قليل قوي. يبقى كل رنجات الكيلو هرتز 100 كيلو كل الحاجات دي كلها نعتبرها لا ده لو فريكوانسي، ده تردد قليل. ماشي يا باشمهندسين؟ وما ينفعش تبعته ليه؟ علشان ما اقدرش اعمل ديزاين لانتنه تبعته، لان انا محتاج انتنه طولها حاجه غير يعني ما ينفعش خالص، حاجه امبراكتيكال، تمام كده؟ وبالتالي يبقى السيجنال ترددها صغير زي الصوت بتاعي دي ما ينفعش اقطعها كده مباشره، لازم بقى اشوف لها حل. الحل هو ايه؟
والله لو السيجنال دي كان تعددها كبير زي ما انا حطيت هنا كده كان ينفع تتبعت. ما هو لو تعددها كبير يبقى الويف لينث بتاعها هيبقى صغير، وبالتالي يبقى طول الانتنه يبقى صغير، اعرف اعمل ديزاين للانتنه دي واحطها جوه جهاز والموضوع يبقى تمام. طيب كويس قوي. يبقى انا محتاج السيجنال اللي انا هبعتها او للانتنه هتبعتها لازم يبقى تعددها كبير، بس الصوت بتاعي اللي انا عايز ابعته اصلا تعدده صغير، احوله بقى اخلي تعدده يبقى كبير ازاي؟ يبقى المشكله عندنا دلوقتي ان انا عندي لو فريكوانسي سيجنال. كلمه لو فريكوانسي سيجنال دي حاجه زي الاوديو سيجنال اللي هو الصوت بتاعنا، ساعات بنسميها اسمها الانفورميشن سيجنال. ليه انفورميشن سيجنال؟ كلمه انفورميشن سيجنال هي دي الداتا اللي انت عايز تبعتها، فدايما الداتا اللي انت عايز تبعتها هتبقى في رينج الترددات القليله، فتقول عليها اوديو سيجنال ماشي، اوديو سيجنال ترددها من 3 ل 4 كيلو، تقول عليها انفورميشن سيجنال ماشي، تقول عليها لو فريكوانسي سيجنال تمام. السيجنال دي ما ينفعش تبعتها وعايز تزود التردد بتاعها بطريقه معينه علشان تقدر تعمل ديزاين لانتنه تبعت الايه، تبعت الاشاره دي. الطريقه بقى اللي انا هحول السيجنال دي، اللي انا هحولها من لو فريكوانسي لهاي فريكوانسي، الموضوع ده هو اسمه، هو ده الموديوليشن اللي احنا بنقول عليه. يبقى الموديوليشن هحاول بطريقه معينه ان انا اخلي دي يبقى ترددها كبير، هتخليها هي ترددها كبير ولا هتحطها جوه سيجنال ترددها كبير، هنحاول نعملها طريقه كده بحيث تخلي الموضوع اللي هو من السيجنال اللي انا مش عارف ابعتها دي احطها جوه سيجنال ترددها كبير وابعتها. طيب ايه بقى تعريف الموديوليشن ده؟ احنا لو ركزنا في التعريف بتاعه هتفهم الموديوليشن ده بيعمل ايه، او بحول السيجنال دي للسيجنال ترددها كبير ازاي. بيقول لي الموديوليشن يا باشمهندسين زي يوز اوف اللو فريكوانسي سيجنال، بستعمل اللو فريكوانسي سيجنال تو موديوليت ا هاي فريكوانسي سيجنال. من التعريف اللي انا قلته ده كده معناه ان انا عندي اثنين سيجنال، او ان انا هجيب اثنين سيجنال، واحده ترددها قليل اللي هي اللو فريكوانسي اللي هي اللي انا عايز ابعتها اللي هي الانفورميشن سيجنال وانا مش عارف ابعتها، وهجيب واحده ثانيه انا اللي هعمل جنريت ليها، انا اللي هطلعها يكون ترددها كبير اللي هي الهاي فريكوانسي سيجنال. هو بيقول لي كده هستعمل لو فريكوانسي سيجنال عشان موديوليت، موديوليت يعني تعدل تغير، يبقى هستعمل لو فريكوانسي سيجنال تو موديوليت ا هاي فريكوانسي سيجنال. هجيب هاي فريكوانسي سيجنال واللو فريكوانسي سيجنال بتاعتي دي هخليها تغير فيها شويه حاجات تمام كده، وابعت السيجنال اللي بعد ما تتغير تاني. هجيب هاي فريكوانسي سيجنال، هجيب سيجنال ينفع ابعتها، سيجنال تردده عالي، بس دي ما تحويش المعلومات اللي انا عايزها، دي مش الصوت بتاعي. لا، ما انا هخلي الصوت بتاعي يغير في السيجنال اللي تردده عالي دي بطريقه معينه، واخد السيجنال بعد ما تتغير، السيجنال اللي كان تردده عالي دي بعد ما تتغير اخدها ابعتها. يبقى انا هجيب الهاي فريكوانسي سيجنال دي هغير فيها شويه حاجات، بس التغير ده مش انا اللي هعمله، انا هخلي السيجنال دي هي اللي تعمل التغير ده. السيجنال دي هتعدل فيها شويه، هتعدل فيها ازاي هنشوف بقى. وبعد ما تعدل فيها ناتج التعديل ده هو اللي هبعته. هي دي هتبقى الموديوليتد سيجنال، هي دي السيجنال اللي سيجنال بتردد عالي بس تحوي معلومات اللو فريكوانسي دي. تحوي المعلومات دي ازاي؟ التغيير ده هو اللي هيقول لي شكل اللو فريكوانسي سيجنال عامل ازاي. هنشوف الكلام ده بالتفصيل. طيب تعالوا نشوف التعريف الثاني. بيقول لي اف ذا بروسيس ذات ا هاي فريكوانسي سيجنال، دي العمليه اللي فيها الهاي فريكوانسي سيجنال بستعملها از يوزد تو كاري، استعملها عشان اشيل لو فريكوانسي سيجنال، يعني الموديوليشن بجيب هاي فريكوانسي سيجنال تشيل لو فريكوانسي سيجنال. تشيلها ازاي؟ يعني هجيب الهاي فريكوانسي سيجنال دي واحط جواها اللو فريكوانسي سيجنال. هتحط جواها ازاي؟ هشوف كده ايه المعلومات اللي جوه، او اللو فريكوانسي سيجنال دي فيها شويه حاجات كده بتتغير، هاخد التغيرات اللي فيها دي واحطها على السيجنال اللي ترددها كبير، وابعت السيجنال اللي ترددها كبير عشان بعرف ابعتها. طيب تعالوا كده نحاول نوضح الموضوع بشكل اكتر شويه. يبقى مبدئيا الموديوليشن بجيب هاي فريكوانسي سيجنال، وانا عندي لو فريكوانسي سيجنال او الانفورميشن سيجنال بتاعتي دي اللي انا ما بعرفش ابعتها عشان تردها صغير، فهخلي الانفورميشن سيجنال دي تغير في الهاي فريكوانسي سيجنال شويه، وبعد كده ابعت السيجنال بعد ما تتعدل. تمام كده؟ طيب كويس. طب ليه بتعمل الموضوع ده من الاصل؟ قلت عشان السيجنال اللي تردها صغيره دي ما ينفعش اعمل ديزاين لبراكتيكال انتنه تبعتها. لما اجي اعمل ديزاين لانتنه تبعت السيجنال اللي تردها صغيره تمام؟ الانتنه بيبقى طولها كبير، وده حاجه امبراكتيكال، مفيش مصنع هيعرف يطلع لي الكلام ده، ومفيش جهاز هتعرف تركب فيه الانتنه اللي بالطول ده. في اسباب ثانيه كمان، قال لي في حاجات ثانيه كتير انا ليه بعمل موديوليشن، بس اهم سبب اللي احنا قلناه ده. في سبب ثاني كمان، السيجنال كل ما بتمشي، لا السيجنال لما بتنتشر سواء في الجود كوندكتور او في البيرفكت انسيوليتور، في الاوساط اللي احنا قلنا عليها دي كلها، كل ما السيجنال بتمشي مسافه بتفقد من الباور بتاعتها. يعني انت عندك الديفايس بتاعك ده
او ترانزميتر ده مطلع سيجنال، السيجنال دي بباور معينه عشان توصل من تمشي المسافه اللي هي 1 كيلو مثلا لغايه ما توصل للريسيفر. يعني ده الترانزميتر وده الريسيفر اهو. الانتنه بتاعت الترانزميتر طلعت السيجنال بباور معينه، والمفروض السيجنال تمشي 1 كيلو ده لغايه ما توصل للريسيفر. ايه اللي بيخلي السيجنال، هو السيجنال ممكن تمشي، ما انا ممكن المسافه مثلا ابعتها من الترانزميتر للريسيفر اقول هخلي السيجنال تمشي 300 كيلو. السيجنال في الحقيقه ما بتمشيش، عشان كده هنشوف الابراج بتاعه المحمول دي، كل مسافه تلاقي فيه برج محمول. البرج ده احنا بنقول عليه محطه تقويه. يعني ايه محطه تقويه؟ المفروض السيجنال بتبقى خلاص هتقع، يعني الباور بتاعتها عماله تنقص وهي ماشيه في الهواء، عماله تنقص تنقص لغايه ما تيجي المرحله خلاص الباور بتاعتها تقرب من تبقى زيرو. لا، محطه المحمول دي هي اللي بتاخد السيجنال تمام، وكل شويه تكبرها. انت عايز تبعتها لمسافه كبيره، بتكلم حد في القاهره مثلا، فالمحطه المحمول دي تاخد السيجنال بتاعتي وتكبر الباور بتاعتها، تبعتها لمحطه ثانيه وهكذا لغايه ما السيجنال بتاعتي توصل للريسيفر. لان السيجنال بتاعتي تقدر تمشي مسافه، بس ما تقدرش تمشي مسافات طويله قوي في الهواء. في الكابل ممكن، لكن في الهواء ما تقدرش تمشي مسافات طويله. كل ما بتمشي كل ما بتفقد في الباور، تفقد السيجنال بتاعتك، تفقد من الباور بتاعتها. طيب لو انا مطلعها، تعالى نفرض انها تمشي 1 كيلو زي ما احنا كنا قايلين، وانا مطلعها بباور معينه، المفروض كل ما تمشي 1 متر الباور بتاعتها دي بتقل برقم معين، مالناش علاقه بالحسابات دي خالص. طيب كويس، ماشي اتفضل. طيب هل كل السيجنالز، اي سيجنال بتمشي في الهواء باي سيجنال تمشي في الهواء باي تردد الباور بتاعتها بتقل بنفس القيمه؟ يعني لو انا طلعت هنا سيجنال اللي هي ال 3 كيلو هرتز دي، بعتها زي ما هي وجبت 3 ميجا هرتز وبعتها بنفس الانتنه بنفس الباور وليكن مثلا 10 واط مثلا، السيجنال الاولانيه دي توصل للريسيفر بباور مثلا 5 واط، هل الثانيه لازم توصل بنفس الباور اللي هي 5 واط ولا اقل ولا اكتر؟ يعني السيجنال ترددها 3 كيلو هرتز دي هتمشي المسافه 1 كيلو، انت بتقول لي كل ما تمشي متر الباور بتاعتها بتقل شويه على حسب اللي ماشيه في الهواء ولا ماشيه في ايه وعلى حسب هتقابل ايه. تعال نفرض ان انا عندي 2 سيجنال هيطلعوا من نفس الانتنه، واحده فيهم هتطلع ب 10 واط والثانيه هتطلع ب 10 واط، والاثنين هيمشوا في نفس المسار، يعني هيمشوا في الهواء ومن غير ما يخبطوا في اي حاجه لغايه ما يوصلوا للريسيفر. الاثنين يوصلوا، ما هو طالما هيمشوا زي بعض يبقى انت بتقول لي كل ما تمشي كل ما تمشي متر كل ما تنقص مثلا الباور بتاعتها 1 ملي واط. طيب ماشي خلاص، اقدر احسب الباور هتوصل كام. فهل الاثنين سيجنال هينقصوا بنفس القيمه ولا لا؟ قال لي لا، ده على حسب التردد بتاع السيجنال. السيجنال دي كل ما تمشي في الهواء الباور بتاعتها بتقل، بس ده بيعتمد على التردد بتاعها. يعني في سيجنال في ترددات لما تمشي في الهواء المتر ده الباور بتاعتها كل متر تقل 1 ملي واط، وفي سيجنالز ثانيه لا تقدر تحافظ على الباور بتاعتها، كل ما تمشي 100 متر الباور بتاعتها تقل 1 ملي واط بس. يعني بدل في سيجنال تردداتها بترددات معينه تمشي 1 متر الباور بتاعتها تنقص 1 ملي، وفي سيجنال ثانيه تقدر تحافظ على الباور بتاعتها، تقدر تمشي مسافه 100 متر كل 100 متر الباور بتاعتها تقل 1 ايه؟ 1 ملي. طب السيجنال اللي تحافظ على الباور بتاعتها دي تبقى كويسه. ليه؟ لانها تقدر تمشي مسافه اطول، غير انها تقدر تمشي مسافه اطول انت مش محتاج تبعت السيجنال بباور عالي قوي، يعني الباور دي كل ما بتزيد كل ما ده ياثر علينا، يعني كل ما السيجنال باور بتاعتها تقل كل ما تاثيرها على الكائنات الحيه ده يبقى اقل، فكل ما تقلل من الباور بتاعت السيجنال ده يبقى افضل. لو الموبايل بتاعك بيبعت سيجنال بباور عاليه ده يضرك انت. تمام؟ طيب كويس قوي. بيقول لي بقى كان من عيوب اللو فريكونسي سيجنال انها ما بتقدرش تحافظ على الباور بتاعتها وهي ماشيه في الهواء، يعني بتفقد من الباور بتاعتها على طول. يعني لو عندك سيجنال بتردد قليل وهتبعتها مسافه لا تقدر تمشي مسافه صغيره بس، وبعد كده الباور بتاعتها تبقى زيرو. لكن السيجنال اللي ترددها عالي قوي تقدر تحافظ على الباور بتاعتها افضل من اللو فريكونسي سيجنال. يبقى فبيقول لي انا كنت بعمل موديوليشن علشان ان انا ما بقدرش اعمل السيجنال اللي ترددها قليل دي ما اقدرش اجيب لها براكتيكال انتنا، كمان السيجنال اللي ترددها قليل دي ما تقدرش تحافظ على الباور بتاعتها وهي ماشيه في الهواء. فبيقول لي سيجنال وذ هاي فريكونسي مينتين اتس باور، السيجنال ترددها عالي دي بتحافظ على الباور بتاعتها ديورنج الترانزميشن وهي ماشيه في الهواء. ماشي يا باشمهندسين؟ حد عنده مشكله كده؟ كمان بيقول لي الموديوليشن ده بيمكنني ان انا اقدر ابعت اكتر من سيجنال في نفس الوقت. هنا كده لو انت مش عامل موديوليشن هتبعت سيجنال واحده بس، لكن لو انت عامل موديوليشن ممكن السيجنال اللي هتشيل دي اللي هي الهاي فريكونسي سيجنال تحط عليها كذا لو فريكونسي سيجنال، يعني السيجنال الهاي فريكونسي سيجنال دي هخليها مش تشيل سيجنال واحده، خليها تشيل 3 سيجنال مع بعض بطريقه معينه. لكن انت تبعت لو فريكوينسي زي ما هي، لو كان في براكتيكال انتنا بتبعتها كنت هتبعتها هي لوحدها ما تعرفش، لكن في هنا حاجه بتشيل سيجنال هاي فريكوينسي دي، خلاص خليها تشيل بدل ما تشيل سيجنال واحده خليها تشيل 2 سيجنال او 3 سيجنال بطريقه معينه. ما انت بتقول لي انا هخلي دي تغير في دي شويه حاجات، انا هعمل كذا تغير.
تغير يدل على السيجنال الاولانيه، وتغير الثاني يدل على السيجنال الثانيه، والثالث يدل على السيجنال الثالث. واجي عند الريسيفر ابدا اكتشف التغيرات دي وارجع الثلاثه سيجنال دول. ماشي يا باشمهندسين؟ حد عنده مشكله كده؟ يبقى انا ليه بعمل موديوليشن؟ تعالوا نكتفي بالثلاث اسباب دول. رقم واحد، علشان السيجنال اللي هي تعددها قليل دي ما اقدرش اعملها براكتيكال انتنه تبعتها، لانتنا هيبقى طولها كبير قوي. رقم اثنين، تقدر تبعت اكتر من سيجنال في نفس الوقت على نفس الشانل او على نفس السيجنال اللي هي الهاي فريكوانسي سيجنال دي. رقم ثلاثه يا باشمهندسين، السيجنال اللو فريكوانسي سيجنال دي ما بتقدرش تمنتين الباور بتاعتها، ما بتقدرش تحافظ على الباور بتاعتها وهي ماشيه في الهواء. حد عنده مشكله كده يا باشمهندسين؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب تعال ناخد الموضوع بشكل رياضي شويه، هيوضح مفهوم الموديوليشن احسن من اللي انا قلته واحسن من الكلام اللي احنا كاتبينه ده. طيب تعال نفرض كده اللو فريكوانسي سيجنال بتاعتي دي، السيجنال بتاعتي دي هنفرضها انها ساينوسويدال على طول، هنتعامل دايما مع الساين والكوزاين. بقول السيجنال بتاعتي او الانفورميشن سيجنال دي، تعال نقول عليها اسمها اس اوف تي. اي الشكل العام لاي ساين او كوزاين عباره عن ايه؟ مش منسين، عباره عن ايه؟ كوزاين اوميجا تي، ده اللي احنا متعودين عليه. تعالى بدل الاوميجا دي دايما بقى نكتبها كده ايه، كوزاين 2 باي اف في التي. ده الشكل العام بتاع اي ساين او كوزاين. هو الحقيقه الشكل ده كده ناقص، ايه كوزاين 2 باي اف تي ده الشكل العام لساين او كوزاين، الكلام ده مش مظبوط، زائد سيتا بالظبط كده. ده الشكل العام لاي للكوزاين، لو عايز الساين نفس الكلام مفيش مشكله، تمام. ولما نقول ساينوسويدال سيجنال فاحنا دايما بنقصد بيها ساين او كوزاين، يعني ممكن اقول على الكوزاين انها ساينوسويدال سيجنال، فمفيش مشكله. اي سيجنال عندي ساين او كوزاين اقدر اكتبها بشكل ده، ايه كوزاين 2 باي اف في تي، او اللي هي ايه كوزاين اوميجا تي زائد سيتا. تعال نعرف الترمات اللي جوه الكوزاين او الساين دي. ده الامبليتيود بتاعي، يبقى اي ساين او كوزاين يبقى ليها امبليتيود، ودوت الفريكوانسي بتاعي. طب ودي؟ اتفضل. امبليتيود وفريكوانسي والسيتا ده الفيز، ماشي. يبقى اي ساين او كوزاين هيبقى لها ثلاث حاجات دول، هيبقى لها امبليتيود وفريكوانسي وفيز، ده مهم جدا. طيب واللي جوه الكوزاين ده كله اقدر اقول عليه ايه؟ مش دي الزاويه بتاعت الكوزاين؟ فبقول عليها اسمها الانجل بتاعت الكوزاين، تمام. يبقى في امبليتيود وفي فريكوانسي وفي فيز. نعم، الفيز دي يعني مش انت بترسمي احيانا الكوزاين تيجي ترسميها كده صح؟ تعالي هبان على الساين اكتر، مش انت بترسمي الساين كده؟ طيب لو انا بدات السيجنال كده او بداتها بالشكل ده كده وساين مش كوزاين، ايه اللي يخليها كده ما تبقاش عند الزيرو مش بواحد؟ يكون في فيس شيفت هنا، تبقى ايه كوزاين مثلا زي ال 30، تمام. حط بقى تي هنا بزيرو، ما انت بترسميها مع تي، هتحط تي بزيرو مش هتلاقي ايه، مش هتلاقي كوزاين زيرو بواحد زي ما انا كنت برسمها. يعني الكوزاين هنا امبليتيود عند زيرو بواحد، عند تي بواحد، لو انا برسم كوزاين اوميجا تي، تمام. طيب هنا لا، لو انت حاطه 30 حط تي بزيرو، يبقى كوزاين 30. شوف الكوزاين 30 بكام، هيبقى هو الامبليتيود هنا. في مشكله كده في الكلام ده؟ فالفيس شيفت ده كان بيحرك الساين او كوزاين يمين او شمال. طيب يبقى انا عندي ثلاث حاجات جوه الساين او كوزاين يا باشمهندسين، اللي هم يعتبروا جوه السيجنال بتاعتي. في ليها امبليتيود، الامبليتيود ده بيدل على الباور، لو انت مطلعها بباور عاليه الامبليتيود يزيد، لو انت مطلعها بباور قليله الامبليتيود يقل، تمام. لان يعني زي ما خدنا المره اللي فاتت كده، لو انت عايز تحسب الباور الامبليتيود بتاع ساين اي ساين او كوزاين، الامبليتيود تربيعه على 2. قلنا الكلام ده المره اللي فاتت، قلت لو انا بحسب يا باشمهندسين، قلنا المره اللي فاتت لو انا بحسب الباور لاي ساين او كوزاين فالامبليتيود بتاع السيجنال تربيعه على 2، فالباور الامبليتيود ده هيبقى انديكيشن للباور بتاعت السيجنال بتاعتي. طيب وليها فريكوانسي وليها فيز السيتا. قلنا اللي جوه الفيز والفريكوانسي الاثنين مع بعض دول بيعبروني على الانجل بتاعت الكوزاين، ماشي. طيب تعال نقول اللو فريكوانسي سيجنال هنديها اس اوف تي اهي، تمام. اكبر اعلى قيمه هي الامبليتود، طالما هي ساين او كوزاين، طالما اي سيجنال ساينوسويدال لازم اعلى قيمه ليها هيبقى الامبليتود، لان الماكسيمم فاليو بتاعت الساين او كوزاين نفسها تبقى بواحد. ف ما هو الصوت ده بتتكلم في راندوم سيجنال، الراندوم سيجنال دي بالظبط كده هتجيب لها المين، ماشي. المين في حاجه بقى يعني عشان بس ما تتوهش، بلاش عشان ما تتوهش، تمام. يعني لو سيجنال، لو في عندي سيجنال ديترمينستك وانديترمينستك، لو هي سيجنال مش عارف انت مالهاش معادله وضعيه مش عارف ترسمها بالظبط، فانت بتجيب بنحسب لها، بناخد شويه حاجات كده ستاتستيكال
لو بحسب لها المين واحسب لها كم حاجه كده والمين والفاريانس وشويه حاجات كده. طيب فدي الانفورميشن سيجنال بتاعتي يا باشمهندسين او السيجنال اللي تعدودها قليل هقول عليها عباره عن ايه؟ كوزين 2 باي اف تي بلس ثيتا. تمام. تعال نشوف احنا حطينا اف ام بس ولا نسيبها زي ما هي عشان ما ايه ما نخلينا نفس الرموز اللي احنا ماشيين بيها. طيب او اي ام اف ام ده الشكل العام بتاع الانفورميشن سيجنال بتاعتي، الصوت بتاعي، الاوديو سيجنال، اللو فريكوانسي سيجنال ليها امبليتيود انا عملت له باي سمول، امبليتيود ده ايا كان قيمته بكام، 2 باي اف ام في التي وخليها ثيتا ام. يا كمان الاف ام ده اللو فريكوانسي سيجنال، السيجنال اللو فريكوانسي انا اسف، التردد بتاع الصوت بتاعي او التردد بتاع السيجنال الصغيره اللي انا عايز ابعتها ومش عارف ابعتها فهعمل لها موديوليشن. تعال نفرض ان الثيتا دي دايما بزيرو عشان الموضوع يبقى سهل عليا. في مشكله كده هنا؟ طيب دي كده الانفورميشن سيجنال او اللو فريكوانسي سيجنال، اول طرف من طرفين بتوع الموديوليشن. تقول لي عشان يبقى في موديوليشن او عشان تعمل موديوليشن بيبقى عندك السيجنال اللي انت عايز تبعتها والسيجنال اللي انت هتجيبها الكبيره اللي ترددها كبير اللي هتشيل السيجنال دي. طيب السيجنال اللي انا هجيبها دي اسميها اس كارير، اس سي اوف تي، بقول عليها اسمها الكارير. السيجنال اللي هي الهاي فريكوانسي من تعريف ثانيه كده بتقول لي ده البروسيس اللي فيها هاي فريكوانسي سيجنال بتكاري لو فريكوانسي سيجنال، السيجنال الكبيره دي هتشيل اللو فريكوانسي سيجنال، فالسيجنال اللي تعددها كبير دي اللي انا بجيبها بسميها اسمها الكارير سيجنال. الكارير سيجنال في مشكله يا باشمهندسين؟ مش هي دي اللي بتشيل بتكاري اللو فريكوانسي سيجنال فقلت عليها الكارير سيجنال. يبقى انا دلوقتي بقى عندي انفورميشن سيجنال او لو فريكوانسي سيجنال وعندي هاي فريكوانسي او الكارير سيجنال. الكارير دي برضه نفس الكلام ليها امبليتيود كوزاين 2 باي ليها فريكوانسي هسمي اسمه اف سي، اف سي ده الكارير فريكوانسي. زائد ثيتا سميها ثيتا سي. في الكارير فريكوانسي تمام، الكارير امبليتيود والكارير فيز. لغايه هنا كده في مشكله؟ طيب كويس قوي. الاولانيه ليها فيز بس انا فرضت ان هو بصفر عشان اسهل يعني اسهل المعادلات الرياضيه اللي احنا هنكتبها، فالموضوع هيبقى بسيط. ودي برضه في معظم الاحوال افرض ان الفيز بتاعتها بزيرو، بس انا هحط بشكل عام علشان عايز اقول شويه حاجات بس دلوقتي. دول الاثنين سيجنال بتوعي اللي المفروض ان دي هتغير في دي شويه ودي بعد ما تتغير هبعتها، بس التغير ده لازم يدل على السيجنال اللي فوق عشان اجي عند الريسيفر اشوف انا هستقبل السيجنال دي بعد ما دي هغيرها وابعتها. السيجنال اللي انا هبعتها هي اللي انا هستقبلها. السيجنال اللي انا هستقبلها دي يا باشمهندسين عايز اشوف بقى هتبقى دي بس متغير فيها، اشوف التغير ده ومنه ارجع السيجنال الاصليه تاني. ما هو خلي بالك انت عندك ده لو ده الترانزميتر بتاعي تمام وده ريسيفر. السيجنال اللي انت هتبعتها من هنا من عند الترانزميتر وتستقبلها عند الريسيفر لازم تكون الصوت بتاعي، يعني انا هنا عايز ابعت الصوت فهعمل له موديوليشن الاس اوف تي دي تمام؟ فهتدخله على الموديوليتور او الجهاز اللي هيعمل موديوليشن وتبعت سيجنال، السيجنال دي مش هي الاس اوف تي عشان انت قلت لي ترددها صغير. سيجنال ثانيه شايله الاس اوف تي. هتستقبل السيجنال اللي شايله الاس اوف تي دي. لازم تدخلها على جهاز ثاني هناك ياخد السيجنال دي ويطلع لي منها الاس اوف تي، لان الاس اوف تي ده هو الصوت بتاعي هو اللي انا عايزه. انما السيجنال اللي ترددها كبير دي انا استعملتها عشان تشيل الاس اوف تي. فاجي عند الريسيفر السيجنال اللي انا هستقبلها دي اللي هي التردد الكبير دي اطلع منها الاس اوف تي وارمي الباقي مش عايزه. طيب كويس، فلازم بقى السيجنال اللي تبعتها لازم الريسيفر او الجهاز البعيد ده لازم يعرف يرجع منها الاس اوف تي تاني. طيب انت بتقول لي انا هخلي الاس اوف تي دي تشيل الاس كارير اوف تي دي او الكارير سيجنال دي تشيل السيجنال اللي فوق. وفي التعريف الاولاني كنت بتقول لي ان انا بخلي السيجنال دي تعدل دي. تعدلها ازاي؟ هو الكارير دي ايه اللي بايدي ان انا اغيره فيها؟ الامبليتيود. ايه الحاجات اللي ممكن انت عندك جهاز اهو عادي خالص في الفانكشن جنريتور في المعمل والجهاز ده بيطلع اي ساين او كوساين، ايه اللي انت ممكن تغيره؟ ممكن اغير في الامبليتيود، الامبليتيود ده ممكن احطه 5 6 10 20 بمزاجي. ممكن اغير في الفريكوانسي، ممكن اطلع سيجنال بتردد 1 ميجا او 1 جيجا بمزاجي. والفيز شيفت ده برضه اقدر العب فيه بالجهاز بتاعي. ما هو بقى لو غيرت الفريكوانسي انت بتغير في الانجل، لو غيرت الفيز يبقى انت بتغير في الانجل. طيب يبقى انا عندي ثلاث حاجات جوه الكارير سيجنال دي ممكن اغيرهم. ممكن اطلع كارير باي امبليتيود بمزاجي، ممكن اطلع كارير باي فريكوانسي انا عايزه، وممكن اطلع كارير باي سيت انا عايزه باي فيز. بس خلي بالك لازم تحافظ على شرط ان الاف سي ده لازم يبقى عالي قوي. يعني لو انت عايز تغيره غيره براحتك، بس خليه تردد كبير عشان انا اصلا جايب السيجنال دي عشان ترددها كبير، فما تغيروش وتخليه يقل قوي. طيب كويس. انا عايز بقى السيجنال دي ابعتها
احطها جوه دي. طب ايه رايك لو انا خليت السيجنال اللي تحت دي خليت الامبليتيود بتاعها يتغير بشكل معين، الشكل ده يعبر عن الاس اوف تي. هخلي الامبليتيود بتاع الكارير سيجنال ده يتغير بشكل بطريقه معينه، التغير ده هيدل على الاس اوف تي. يعني بدل ما اخلي الامبليتيود بتاع الكارير بتاعي ايه، خليته هو اس اوف تي نفسها. هنشوف هنعملها ازاي. يعني لو اس اوف تي دي بتاعتي بالشكل ده كده يا باشمهندسين اهي، تمام، سيجنال بتردد قليل، والكارير بتاعتي كده طالما ترددها عالي فهتلاقيها كده قريبه من بعضها حاجه كده. انا مش هخلي الامبليتيود بتاع الكارير كده ايه زي ما هو ايه وسالب ايه، لا انا هغيره بطريقه معينه واخليه هو الاس اوف تي اللي فوق دي. ازاي؟ حاجه هتبقى بالشكل ده كده، هنشرح الكلام ده بالتفصيل. يعني هو لو انا قدرت اطلع سيجنال بالشكل ده يا باشمهندسين، السيجنال اللي انا راسمها دي الفريكوانسي بتاعها ايه؟ لو عباره شبه القوزين دي ترددها نفس تردد القوزين دي، البساطه دي قريبه من بعض بنفس الريت ده، فترددها هيبقى اف سي زي ما هو. طب الامبليتيود بتاعها بكام؟ الامبليتيود بتاعها لا ده عمال يتغير، الامبليتيود بتاعها بالشكل ده اللي هو الاس اوف تي اللي فوق. فلو انا قدرت اغير في الامبليتيود بتاع الكارير سيجنال ده بشكل معين، الشكل ده يعبر عن الاس اوف تي، هقول كده انا غيرت في الامبليتيود خلاص مفيش مشكله، ابعت السيجنال دي واجي عند الريسيفر هبقى انا عارف ان انا مغير في الامبليتيود بتاع الكارير. يعني السيجنال دي لما تستقبلها بص على الامبليتيود بتاعها بس ومالكش دعوه باي حاجه ثانيه، همشي كده على الكفر بتاع السيجنال دي من بره، الكفر اللي انا هجيبه ده هقول هو ده الاس اوف تي اللي انا عايزه والباقي مالوش علاقه بيه. يبقى انا الكارير بتاعتي ممكن اغير فيها امبليتيود او فريكوانسي او فيز. فلو خليت الامبليتيود ده هو اللي يتغير بناء على تغير السيجنال بتاعتي الانفورميشن اللي انا مش عارف ابعتها دي، تمام كده يا باشمهندسين، هقول انا عملت كده امبليتيود موديوليشن. الامبليتيود موديوليشن هخلي الامبليتيود بتاع الكارير، امبليتيود بتاع الكارير سيجنال بتاعتي دي يتغير بناء على شكل الاس اوف تي، هغيرها بناء على شكل الاس اوف تي، هخلي الاس اوف تي دي هي الامبليتيود بتاع السيجنال. الكارير دي مالها؟ لا الكارير دي هي الهاي، هي اللي هتشيل، هي الهاي فريكوانسي، ودي الاس اوف تي دي هي الانفورميشن سيجنال، هي السيجنال التردد الصغير اللي انا عايز ابعتها بس مش عارف، فانا عايز احط دي جوه دي علشان دي التردد دي بالاف سي دي ينفع ابعتها، لكن دي بالاف ام ده تردد صغير ما ينفعش ابعته، فانا عايز احط دي بقى جوه دي. فقلت خلاص ما الامبليتيود ده بايدك ان انت تغيره، خلي الامبليتيود ده يتغير بشكل الاس اوف تي، تمام كده. لو انا عملت كده السيجنال اللي انا هبعتها هيبقى الامبليتيود بتاعها هو الاس اوف تي والفريكوانسي بتاعها اف سي ترددها عالي والامبليتيود بتاعها بيعبرني على الاس اوف تي، اجي عند الريسيفر اخد الامبليتيود وارمي الباقي، يبقى انا كده رجعت جبت الاس اوف تي ودي تبعتها فعلا. الطريقه الاولانيه دي يا باشمهندسين لو انت غيرت في الامبليتيود بتاع الكارير بناء على تغير الانفورميشن سيجنال، خليت الامبليتيود يتغير بشكل الانفورميشن سيجنال بشكل اللو فريكوانسي سيجنال، كده يبقى انا عملت ايه؟ كده يبقى انا عملت امبليتيود موديوليشن. طب انت مش حابب الموضوع ده، في عندك حاجات ثانيه ممكن تغيرها جوه الكارير. في عندي الفريكوانسي، بس خلي بالك خليك حذر قوي وانت بتغير في الفريكوانسي ده. الفريكوانسي ده لو انت عايز تغيره انت ممكن تطلعه باي قيمه، بس خلي بالك ان لازم الاف سي ده لو غيرته الناتج من التغيير ده يكون تردد عالي برضه علشان السيجنال دي ينفع ابعتها. يعني لو احنا متفقين مثلا ان اي سيجنال برينج الميجا هرتز هتبقى كبيره وينفع اعملها انتنه تبعتها، فلازم لما تغير الاف سي ده سواء يعني لو هتزوده يبقى كويس خير وبركه مفيش مشكله، لو هتقلله ما ينفعش الا عن مثلا عن 1 ميجا. لو انا قايل ان ال 1 ميجا ده هو المناسب ان انا ابعته او اقل تردد ينفع اعمل ديزاين لانتنه تبعته، ماشي. فانت لو انت بتقلله او بتزوده قلله حاجه بسيطه. طب تعال نشوف احنا نقلله او نزوده ازاي. مش دول الاثنين سيجنال بتوعي؟ دي الاس اوف تي اللي ترددها قليل، دي ترددها اف ام اهي، ودي ترددها اف سي. طيب السيجنال اللي هتنتج من عمليه الموديوليشن دول هيخشوا كده للجهاز اللي هيعمل موديوليشن، دايما الاس اوف تي اهي والكارير سيجنال اس كارير، والناتج بتاعتي هنقول عليه اسمه اس موديوليتد اوف تي، الموديوليتد سيجنال، السيجنال اللي هتنتج اللي ينفع ابعتها اللي هي ترددها عالي زي الكارير وشايله الاس اوف تي جواها، شايله معلومات الاس اوف تي جواها. طيب كويس، لو انت هتغير في الفريكوانس بتاع الكارير شكل السيجنال يبقى عامل ازاي؟
بيقول لي بعمل ايه يا باشمهندسين؟ هو انا عايز الفريكوانسي ده يتغير بناء عليه. انا عايز الفريكوانسي ده يتغير بناء على الاس اوف تي. ما انا عايز التغير ده لازم يعبر لي عن الاس اوف تي. انا هنا غيرت الامبليتيود خليته بيعبر عن الاس اوف تي، شلت الامبليتيود كله وحطيت الاس اوف تي نفسها. انا هنا برضو عايز لما اتغير الفريكوانسي عايز التغير ده اللي انت بتعمله ده يكون بيعبر عن الاس اوف تي، عشان اجي عند الريسيفر اشوف شكل التغير ده عامل ازاي ومنه ارجع الاس اوف تي. اخد ايه؟ اجمع ايه بقى؟ اجمع السيجنال نفسها على التردد. طيب هيبقى الموضوع صعب شويه، يعني هيبقى في عندك ترددات لا نهائيه، يعني السيجنال هنا بقيم كتير قوي. يعني انت لو جمعت كل نقطه هتجمعي الاس اوف تي هنا ليها قيمه، والاس اوف تي هنا ليها قيمه، والاس اوف تي هنا ليها قيمه. فعند كل لحظه ده انت هتعملي كده ساين، الشكل ده هيبقى في الفريكوانس دومين، يعني عندك عدد لا نهائي من الترددات، الموضوع هيبقى صعب. بالظبط زي ما باشمهندس بيقول كده، بيقول لي هو الامبليتيود هنا مش عالي، الامبليتيود هنا بالموجب. قال لي خلاص في الحته اللي الامبليتيود فيها بتاع الاس اوف تي ده بالموجب هبعت سيجنال شبه الكارير بس التردد اعلى من الكارير شويه، يعني هبعت سيجنال هنا بتردد اف سي زائد دلتا اف، بتردد كبير شويه بنفس الامبليتيود بتاع الكارير بكل حاجه، هي شبه الكارير بس ترددها اعلى شويه من الكارير حاجه كده، بس الامبليتيود بتاعها ثابت. يبقى تردد السيجنال في الحته دي كده اف سي زائد قيمه، كويس جدا. والامبليتيود بتاعه هو الامبليتيود بتاع الكارير، ايه عادي. طيب هنا السيجنال قيمتها بالنيجاتيف، في الجزء اللي السيجنال قيمتها فيه بالنيجاتيف لا ابعت سيجنال ترددها اف سي ناقص دلتا اف، ترددها اقل من اف سي بشويه، بس طبعا دلتا اف ده يكون قيمه يعني مش كبيره عشان ناتج الطرح ده ما يبقاش رقم صغير. خلاص يبقى لما الامبليتيود يكون عالي بتاع الاس اوف تي هبعت سيجنال بتردد اعلى من الكارير بشويه، ولما الامبليتيود يقل هبعت سيجنال بتردد اقل من الكارير بشويه، وستيل القيمتين دول بتوع التردد برضه قيمتين عاليين. ماشي يا باشمهندسين؟ طب اجي عند الريسيفر، دي السيجنال اللي انا هبعتها، الريسيفر لما يستقبلها يرجع منها الاس اوف تي ازاي؟ والله انا عارف ان السيجنال بتاعتك ساين او كوساين، فلما هلاقي الامبليتيود قليل تمام، لما هلاقي انا اسف لما الاقي الفريكوانسي قليل انا الريسيفر هعرفه الاف سي بتاعتي، لا الفريكوانسي بتاع السيجنال اللي هو مستقبلها اقل من الاف سي، هعرف ان الامبليتيود بتاع السيجنال بتاعتي كان بالنيجاتيف. لا الامبليتيود اعلى من الاف سي، يبقى في الجزء ده او في الوقت ده الانفورميشن سيجنال كان بالايه؟ كان بالبوست. من هنا اعرف ارجع السيجنال، هناخد الكلام ده بالتفصيل. يعني هو مش ده احنا لسه هنشفر الموضوع ده ابسط من تشفير، يعني السيجنال دي كده اي حد لو هو ماشي ينفع يستقبلها تمام. هو مشكله الانالوج دايما بشكل عام ان التشفير بتاعه يعني تعتبر زيرو، مفيش تشفير، انت اقصى حاجه انت تبعت كذا كذا اشاره مع بعض بس. اي حد لو انت عارف، لو هو عارف انت ماشي بتعمل عامل موديوليشن ايه او عمل انتنه بتستقبل السيجنال بتاع بالتردد بتاعك ده مره 2 3 هيعرف يرجع السيجنال عادي خالص تمام. لا التشفير بقى ده انا بغير من ملامح السيجنال خالص، التشفير ده بيبقى في الديجيتال. بعرف ايه يا باشمهندسه؟ الامبليتيود بتاع السيجنال ده مش هيفرق معايا خالص، الامبليتيود بتاع الاس اوف تي ده كرقم ما يفرقش معايا هناك. الامبليتيود ده بيعبر عن الباور، انا يهمني بس ان انا استقبل الاس اوف تي نفسها، الرينج الترددات بتاعتها، انما الامبليتيود عالي او واطي ده الصوت بتاعك، التون بتاعته عالي او واطي، يعني انت بتكلمي حد تمام كده؟ اهم حاجه عندي الفريكونسي، الصوت بتاعك انت نفسه ده، الصوت ده نفسه ما يفرقش معايا. الفاليو بتاعته يعني الصوت، يعني انت بتتكلمي عليتي صوتك او وطيتيه. لما تعلي صوتك الامبليتيود يعلى، ولما تقللي صوتك الباور بتاعت الصوت بتقل تمام كده. ما انا بقول لك اهو يا باشمهندس، انا هاجي في الفتره الزمنيه دي انا بدات استقبل سيجنال من هنا اهو، بيبدا يحسب خلال هنا كده من هنا في الفتره الزمنيه دي، لقيت ان السيجنال انا بستقبلها الفريكوانسي بتاعها اعلى من الاف سي. ماشي اتفضل. لقيت الفريكوانسي بتاعي السيجنال دي اعلى من الاف سي، هعرف ان انا كنت الاس اوف تي اللي انا باعتها كان بالبوزيتيف، يعني في الفتره دي كده اس اوف تي كانت ليها قيمه بالبوزيتيف. ماشي هناخد بص يعني الكلام ده هنشرحه بالتفصيل بعمله ازاي وبرجع السيجنال ازاي، يعني بعمل موديوليشن ده الفريكوانسي موديوليشن بنعمله ازاي، والدوائر اللي بتعمله عامله ازاي وبيتم ازاي، وازاي ارجع السيجنال تاني بالتفصيل واحده واحده، يعني هتاخدي السيركت نفسها اللي بتعمل الكلام دوت تمام. هحاول بس اديكم مقدمه عامه وبعد كده الكلام ده لما اشرحه بالتفصيل هتلاقوا يعني مفيش بعد كده.
فلو انت خليت الفريكوانسي بتاع الكارير سيجنال ده هو اللي اتغير بناء على تغير الاس اوف تي، هقول انا كده عملت فريكوانسي موديوليشن مش مهندسين. يبقى انا ممكن اعمل امبليتيود موديوليشن، هغير الامبليتيود بتاع الكارير بناء على تغير الانفورميشن سيجنال اللي انا عايز ابعتها، وابعت السيجنال اللي هي الكارير دي بس الامبليتيود بتاعها متغير. او ممكن تغير التردد بتاع الكارير ده تمام بناء على شكل الاس اوف تي او الامبليتيود بتاع الاس اوف تي او الاس اوف تي نفسها. تمام كده، هقول انا كده عملت فريكوانسي موديوليشن. طيب ممكن تغير ايه كمان؟ ممكن اغير الفيز. لو انا خليت الفيز دي يعني لما الامبليتيود كان بالبوزيتيف هنا بعت سيجنال بفيز معينه 30 درجه مثلا، خليت السيتا دي سيتا 1 و 30 درجه، يعني حطيت دي كده دي السيجنال انا هبعتها لما الاس اوف تي كان بالبوزيتيف، ابعت السيجنال دي لما الاس اوف تي تبقى بالنيجاتيف خليها سالب 30 مثلا، حاجه بالشكل ده. تمام، اقول انا كده عملت فيز موديوليشن. ماشي يا باشمهندس، الفريكوانسي والفيز مش الاثنين بيعبرون عن الانجل بتاعه القوزين؟ فلو انت عامل فريكوانسي موديوليشن كده انت عامل انجل موديوليشن، لو انت عامل فيز موديوليشن كده انت عامل انجل موديوليشن. يعني انا اقدر اقسم الانالوج موديوليشن ده لامبليتيود وانجل، الانجل ده جواه الفريكوانسي موديوليشن والفيز موديوليشن. يبقى انا عندي امبليتيود وفريكوانسي وفيز. حد عنده مشكله كده؟ دول الثلاث حاجات اللي جوه الكارير اللي انا ممكن اغيرهم. الحته الثانيه بقول ان انا عندي، انا ممكن اغير في الامبليتيود بتاعه الكارير، ممكن اغير في الانجل بتاعتها. لو غيرت الفريكوانسي كده انت غيرت الانجل، لو غيرت السيتا كده انت غيرت الانجل برضه. تمام، فبقول انا عندي نوعين اساسيين من الانالوج موديوليشن، امبليتيود وانجل. امبليتيود موديوليشن وانجل موديوليشن. الانجل موديوليشن ده ممكن يكون فريكوانسي لو انت مغير فريكوانسي بس، ممكن يكون فيز لو انت مغير فيز بس. حد عنده مشكله في الكلام ده يا باشمهندسين؟ طيب نرجع تاني للتعريف الاولاني ده، كان بيقول لي تعريف الموديوليشن زي يوز اوف اللو فريكوانسي سيجنال، بستعمل اللو فريكوانسي سيجنال. التعريف يبان للوهله الاولى كده ان هو حاجه غير منطقيه، انا المفروض ان انا عندي اللو فريكوانسي سيجنال دي هي الاساس، هي اللي انا عايز ابعتها، هي دي الحاجه المهمه بالنسبه لي. هو بيقول لي بقى انا هستعمل اللو فريكوانسي سيجنال علشان تو موديوليت، قلنا كلمه موديوليت دي يعني هغير او هعدل تو موديوليت هاي فريكوانسي سيجنال. يعني ابسط تعريف الموديوليشن بيقول لي استعمل لو فريكوانسي سيجنال عشان تعدل من هاي فريكوانسي سيجنال. هو التعريف ده ما بيبصش لمين المهم، هو المهم عندي هو الانفورميشن سيجنال، الصوت بتاعي ده اللي السيجنال تعدده قليل. تمام، فبيقول لي الموديوليشن باخد الصوت او السيجنال تعدده قليل دي اخليها تغير سيجنال ثانيه تعدودها كبير، واخد السيجنال المتغيره دي ابعتها، واجي عند الريسيفر اشوف التغير ده شكله عامل ازاي، ارجع منه الانفورميشن سيجنال او السيجنال تعدودها صغير ده. الفيز موديوليشن تاني بقول لك يا باشمهندس هنا انا عندي السيتا دي ممكن اغيرها بتاعت الكارير، انا عندي امبليتيود وفريكوانسي وفيز. زي ما غيرت الفريكوانسي هنا كده استعملت سيجنال بعت السيجنال بترددين اف سي زائد قيمه او اف سي ناقص قيمه على حسب الامبليتيود بتاع الاس اوف تي، هعمل نفس الكلام لما الامبليتيود هنا يكون بالموجب هبعت سيجنال بتردد اف سي عادي وبامبليتيود ايه بس الفيز بتاعتها يا باشمهندس هتكون مثلا ب 90، الثانيه تبقى فيز بسالب 90. يعني تلاقي واحده تلاقي تبدا كده، لو الثانيه تبدا من تحت ما بتكمليش على السيجنال، يعني لو الامبليتيود عالي هتلاقي السيجنال كده اهي زي ما هي هنا، ده الامبليتيود بالبوزيتيف اهو. ماشي يا باشمهندس؟ المفروض كنت اكمل كده، قال لي لا انا هبدا بقى السيجنال وصلت هنا اهي، لا هبدا من تحت بس بنفس التردد ده اف سي. نعم، مش هينفصل اه، يعني السيجنال المفروض تنزل، يعني تنزل من بوزيتيف ايه لنيجاتيف ايه مره واحده، فطبعا في الحقيقه ما بتنزلش من نيجاتيف ايه لبوزيتيف ايه مره واحده، بتاخد ده في اسلوب. يعني حد عنده مشكله كده في الكلام ده؟ ده الكلام ده يعني دي مقدمه بسيطه، الكلام ده هيوضح بالتفصيل قوي، هناخد كل نوع من الانواع دي هو ده بقيه الكورس كله، فهناخده يعني لما تزهقوا منه. يعني امبليتيود موديوليشن وفريكوانسي موديوليشن وفيز موديوليشن، ده اللي باقي ان شاء الله من الكورس. هنشرح الامبليتيود موديوليشن هنكمله بالتفصيل، وممكن يعني الله اعلم هنلحق نخش بعد كده في الفريكوانسي ولا لا، لو ما فيش يبقى الدكتوره هنا ان شاء الله هتشرح لكم الفيز واللي الفريكوانسي والفيز ان شاء الله. هناخد هنشرح الكونسيبت بتاعه من وجهه نظر من الوجهه النظريه او من وجهه نظر الرياضه، نشوف الموديوليشن ده عامل ازاي، السيجنال اللي بتتبعي دي المعادلات الرياضيه بتاعتها عامله ايه، ونعملها فوري ونشوف شكلها في القايم وشكلها في الفريكوانسي دومين عامل ازاي. وبعدين ناخد بقى السيركت اللي هتعمل الكلام ده، الدايره اللي في الحقيقه اللي بتعمل الكلام ده، الدوائر دي شكلها عامل ازاي وازاي بتطلع السيجنال دي. وبعد كده اجي عند الريسيفر عايز ارجع الاس اوف تي تاني، عشان ارجع الاس اوف تي ديت بقول يا باشمهندسين انا كده لما السيجنال لما باجي ابعتها بقول انا كده عملت موديوليشن. طب لما اجي اخد السيجنال اللي هي الموديوليتد دي وعايز ارجع منها الاس اوف تي عند الريسيفر بقول انا كده عملت دي موديوليشن. ماشي يا باشمهندسين؟
الدي موديوليشن دي دايما بيقولوا عليها دي عمليه عكسيه للموديوليشن. ده عكس اللي انت عملته في الموديوليشن اعمله في الدي موديوليشن. هنشوف ازاي ونشوف ازاي بنرجع الاس اوف تي من الايه من الموديوليتد سيجنال. حد عنده مشكله في الكلام ده يا باشمهندسين؟ ماشي اديكوا خدوا بريك مفيش مشكله.